حبايب قلبي great two مكملين مع بعض منهجنا connect plus lessons 2 and 3 نقرا كلماتهم كده مع بعض يلا شباب short tall قلنا letter A لما يجي بعده L نقول tall old old كبير السن عجوز young صغير السن slow بطيء زي السلحفة slow fast سريع سريع fast نحيف رفيع thin طب اللي جنبه ده fat كلبوز thin fat عندي كمان long مش احنا خدنا tall يعني طويل طب long يعني طويل ازاي يعني tall برافو tall يبقى طويل للحاجات الرأسي اللي هي واقفة كده لكن long للحاجات طويل للحاجات الأفق اللي نايمة كده اوكي يبقى ده tall وده ايه long كل دول اسمهم adjectives الصفات هنا ده reading يلا يا شباب ناخد هنا الريدنج بقى هوبوز هوبوز اللي هو مين احنا عارفين هوبو اللي هو الهدهد هوبوز الجمع بتاعها are small birds دي طيور صغيره في الحجم they have orange black and white feathers عندهم ريش لونه orange برتقاني black and white ابيض واسود they have long thin beaks بيبقى عندهم منقار طويل ورفيع their beaks help them find insects المنقار الطويل الرفيع ده بيستفيدوا منه ازاي بيساعدهم ان هم يقدروا يلاقوا الحشرات الصغننه اللي ماشيه في الارض وفي الجراس في الحشائش and spiders والعناكب الصغننه to eat علشان ياكلوها يبقى هنا تقرالي hoopoes are small birds they have orange black and white feathers They have long, thin feathers. They have long, thin beaks. Their beaks help them find insects and spiders to eat. بعد كده بيكلمني عن tortoises. احنا عارفين tortoise؟ قلنا tortoise اللي هي مين؟ السلحفة. Tortoise المفرد. Tortoises الجمع. Tortoises have short legs. بيبقى عندها أقدام قصيرة. رجليها قصيرة كده. Ducks have beaks. البط عنده منقار. Elephants have big ears. الأفيال عندهم ايه؟ Big ears يعني ايه يا دودو؟ Big ears يعني ودان كبيرة. Camels have four long legs. الجمال عندها أربع أقدام طويلة. تعال نقول and بقى في الجرامر بتاعنا. ايه and دي and يعني و هنستخدمها في ثلاث حاجات تيجي اقولهم لك ركز كويس قوي بقى and هنستخدمها في كم حاجه ثلاث حاجات يلا نشوفه طب هي يعني ايه and and يعني و and يعني و بص يا صديق هنكتب كده and يعني و بتربط بين اسمين يعني مثلا انا بحب اياد وعمر مثلا هقول I love اياد and عمر شاطر يا محمد حمد و I love محمد كمان I love اياد and عمر مثلا اهو ربطنا بين اسمين باند اياد وعمر اياد ان عمر طيب ادي اول حاجه بتربط بين اسمين ممكن تربط بين صفتين يعني ايه لما اقول انا جعان وعطشان هقول ازاي اقول I feel hungry and thirsty I feel hungry and thirsty يبقى ربطت بين صفتين ممكن تربط بين جملتين تعالى كده نقول
انا بحب السمك وبحب اللحم. انا بحب السمك يعني ايه؟ I like fish. برافو يا سج. I like fish. والجملة التانية I like meat. I like meat. يبقى دول جملتين نربط بينهم بايه؟ and و. I like fish بحب السمك و I like meat وبحب الايه؟ اللحم. يبقى بتربط بين اسمين او صفتين او جملتين. بتربط بين اسمين صفتين جملتين. برافو. دي اند. او بص قال لي ايه؟ he's tall. ادي جملة. he's fast. هو طويل هو سريع. دي جملة ودي جملة نربط بينهم بايه؟ and عشان شبه بعض الجملتين. يبقى he's tall and fast. طب هنا بيقول لي she's short she's slow. يبقى نقول ايه؟ she's short and slow. he's young he's fast. يبقى ايه؟ he's young and fast. he's young and fast. ودايما بنشيل الاند الدي بتاعت الاند. she's old هي عجوزة. she's slow وهي بطيئة. she's old and slow يبقى هي عجوزة وبطيئة. السؤال بدوه يا شباب بقى ركز معايا قوي بقى سهل قوي. خلي بالك هي دو بتحب الاس؟ لا. امال مين اللي بتحب الاس؟ داس. برافو. يلا بينا نقول على دو. دو مش بتحب الاس. دو مش بتحب الاس. يبقى يجي معاها اي وي يو ذي والجام. اي وي يو ذي والجام مش بيحبوا الاس. يبقى يجوا مع دو. وبعدين بعد كده هيجي انفينيتيف فعل في المصدر والسؤال. تعالى كده ناخد دو يو اول واحد. دو يو يعني هل انت. دو يو يعني ايه؟ اهو. دو يو لايك فلاورز؟ هل بتحب الورد؟ دو يو لايك فلاورز؟ تجاوب تقول ايه؟ برافو برافو. يس اي دو. نقول ايه في الاجابه؟ يس اي دو. يس اي دو. طب لو ما بحبش اقول نو واي دونت؟ اقول ايه؟ نو واي دونت. يبقى دو يو تجاوب يس اي دو او نو واي دونت. جميل. طب دي دو يو. يلا ناخد دو ذي. بص دو ذي بقى سهله ازاي. دو ذي هاف wings؟ هنا بيسألني على دول. بيقول لي على الطيور دي. Do they have wings؟ هل هم عندهم جناحات؟ بص بص مش yes I do بقى المرة دي. بص yes. هيا شاطر يا سجا. برافو. وبعدين اعمل مقص كده تبقى yes they do. yes they do. طب لو جاب لي كروكودايلز فاتحين بقهم وعايزين ياكلوا البت ميرنا. كروكودايلز التماسيح فتحة بقها وراح الأسيلة اهي. وسألني قال لي do they have wings؟ هل هم عندهم جناحات؟ no they don't. برافو. يبقى اقول له no I don't ولا no they don't؟ no they don't عشان السؤال كان اسمه do they. برافو. يلا ناخد do ومعاها اسم جمع. خلي بالك من دي قوي بقى. do وبعدها جمع. لما اقول do birds have wings هل الطيور عندها جناحات؟ هتقول له yes. yes ايه؟ استنى بقى هو احنا بنسأل عن مين؟ birds مفرد ولا جمع؟ yeah. يبقى نحط لها they. نحط لها ايه؟ they. يبقى yes they do. طيب لو سألني سؤال تاني وقال لي do crocodiles هل التماسيح جمع هو crocodiles do crocodiles have wings؟ هل التماسيح عندها جناحات؟ شاطر يا ولد. no they don't عشان دول جم. يلا نروح لدز. نفس الفكرة واللعبة سهلة قوي. لعبة دز
does بتحب الاس صح يبقى بتحب هي شي ات ويل موف يبقى هيجي بعدها does he هل هو does she هل هي does it هل هو او هل هي بس الغير عوض والفعل دايما في المصدر مع do does تعال نشوف كده ناخد لكل واحدة سؤال does he has ولا have خلي بالك من الحتة دي مش هي شي ات والمفرد بياخده هاز طب بص انا هكتب ايه هاف ازاي يا مستر هي ما بتاخدش هاف خلي بالك من الخدعة دي لما داز تبقى موجودة تحط هاف لان انا قلت لك دو وداز عايزين فعل في المصدر افهم الحتة دي كويس لما دو وداز تبقى موجودة كله يبقى هاف لما دو داز تبقى موجودة كله يبقى هاف اتفقنا لكن دو داز مش موجودة نلعب لعبتنا بقى هي شي ات والمفرد بيحبوا هاز اي وي يو ذي والجمع بيحبوا هاف لكن طول ما دو داز موجودة واحدة فيهم كله هاف داز هي هاف مثلا ا كار داز هي هاف ا كار هل هو عنده عربية لو عنده يس ومقص تبقى يس ايه برافو يس هي داز طب لو ما عندوش نو هي دازنت يلا نروح لداز شي اختها وزيها بالظبط يس ومقص نو ومقص وهنا عرايس بتترس داز شي هاف ادريس يعني ايه داز شي هاف ادريس هل هي عندها فستان لو عندها هنقول يس شي داز جميل عملتها ازاي قالت يس وتيك تيك مقص الاول كلمتين يبقى يس شي داز طب لو ما عندهاش نو شي داز حلو او طيب ليتس درو هنرسم بيرد وهسألك Does it have wings? يعني ايه does it have wings? من على علي يا مس برافو عليك Does it have wings? Yes Yes he ولا yes she ولا yes it Yes it برافو احنا بنعمل ايه مقص او قلنا yes وعملنا الكامة بتاعتنا ونبدل دول بقت yes it does طب لو نو لو ما عندوش لو رسمنا مثلا كروكودايل وسألنا نفس السؤال وقلنا does it have wings يبقى no it doesn't شفت سهلة ازاي تعال نرجع لكتب اهو يا صديقي بيسألني do crocodiles have wings no they don't correct صحيح do crocodiles have claws هل عندهم مخالب yes they do correct صح برافو يلا بينا ماشي ماشي نحلهم سريع the woman is short يلا شباب the woman is short يبقى the woman is short نحط عند الايه woman نمبر واحد انتوا حلتوهم دول صح؟ اه طيب اوكي حلينا دول؟ لا يلا بينا هنا The turtles is tall slow fast يا سجا slow فعلا بطيئة turtle Do crocodiles have ولا has ولا having يا أسيل have برافو قلنا do does كله يبقى have a duck يا مرنة هاف ولا هاز هاز عشان مفرد أدق هاز بيك والجميلة اسمك ايه what's your name رؤى he isn't tall هو مش طويل يبقى he is ايه fast سريع ولا old عجوز ولا short قصير short قصير عشان هو مش طويل I'm not يا آسر I'm not أنا مش ايه I'm young أنا صغير slow يبقى I'm not old أنا مش عجوز
I'm young. أنا صغير في السن. The baby is old ولا young ولا tall يا محمد حمد؟ Yeah. The baby is young bro. The baby بيكون صغير في السن. Young. Grandpa is. Grandpa. جدو is. Old. Old. Bravo عليك يا دودو حبيبي. Do ولا are ولا does. Who paws have ears. Do شاطر عشان who paws جامع. رتب محمد يا رؤوف. He is. Tall. هو طويل. And fast. وسريع. He's tall and fast. رتب يا دودو يا ديونس. يا سلام عليك. She is slow and young. She is slow and old. Sorry. ممكن نقول she's old and slow أو she's slow and old. The car is fast. Fast. عموري. The space is young. The baby. The baby is young. Excellent. دول كمان أنا أخدهم. Daily routine. اكتبهم وانزل بهم عشان حفظ. Walk to school. يلا أقول walk to school. Take the bus. Do my homework. Eat breakfast. Drink tea. Go to the park. Swim in the sea. Sleep a lot. Play on the swing. يلا آخر مرة نقرأهم ونبقى خلصت. Walk to school. Take the bus. Do my homework. Eat breakfast. Drink tea. Go to the park. Swim in the sea. Sleep a lot. Play on the swing. اقرا لي دول كمان في الريدنج يبقى عليك ريدنج اللي قلناه المره اللي فاتت والكلمات دي كمان اوكي كده تبقى our session has come to the end and when we finish we always say goodbye. Goodbye.